السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم. كيف ما كتشوفوا معايا اليوم، غادي نوجد معكم طريقتي في تحضير الفول أو المنقوب بطريقة بسيطة، نتمنى تعجبكم. تابعوا الفيديو للآخر، وإذا كنتوا أول مرة كتشوفوا القناة ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. في هذه الوصفه ديال الفول غادي نحتاج واحد الكميه ديال الفول على حسب الرغبه، تكون مفزكه في المنقيه ومفزكه في الماء ليله من قبل ومغسول. غادي نحتاج الماء، عندي هنايا الماء الغليان، غادي نضيف هاد الفول في الماء غليان، طنجرة ديال المغاليان ديال الكوكوت، وغادي نشد عليه وغادي نعمله فوق البوطة يطيب بلا ملح بلا والو باش كيطيب بالزربة. وبالنسبة للنار غير كتصفر الصفارة، كنقصوا للبوطة ونخليوها يطيب على عافية مهيلة. وبالنسبة لمدة ديال الطهي ديال الفول او المنقوب على حسب، كاين اللي كيطيب بسرعة كاين اللي كيتعطل في الطياب. صافي، عملت الصفارة، دابا غنحطها فوق النار. صافي، ها هو الفول بعد ما طاب كيف جا على هذا الشكل، هو طايب كما كنقولوا حنا بالمغربية، طايب وهاري. شكون باقي كيعقل على الحمص كيمون وطايب وهاري؟ كيجي غزال، تسلية بالنسبة من كل تفرجوا حدا التلفازة نتوما وليداتكم، عدلوه له يتعلموا كي ياكلوا هاد التسالي بحال هيدا، صحية وكتنفعهم. كما كتعرفوا المنافع ديال الفول راه مزيان، كينقي الجسم من التسممات. ودابا غادي نرش عليه شوية ديال الملح. صافي، دابا غادي نرشو بالملح والسودانيه او الهريسه والكمون، مخلطهم في هذه القرعه ديال الزاج، كل واحد يرش على حسب الرغبه. صافي، هو هذا المنقوب او الفول، واللي بغى يجي حار بزاف يكثر السوداني مطحون على الكمون. وبالصحه والراحه، ومع السلامة في وصفة مقبلة إن شاء الله، ودمتم في رعاية الله وحفظه.